أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. بعد مجزرة دوما الكيماوية، الاحتلال الإسرائيلي يقصف مطار التيفور العسكري في ريف حمص ويقتل عددا من عناصر قوات النظام والميليشيات الإيرانية. ترامب يتشاور مع قياداته العسكرية بشأن الرد العسكري على الاستهداف الكيماوي لدوما. وتسع دول تدعو مجلس الأمن الدولي باجتماع طارئ بشأن دوما. لماذا قصفت الطائرات الإسرائيلية مطار التيفور؟ وكيف سيكون الرد الأمريكي؟ وما هو بنك الأهداف الذي ستضعه واشنطن بالنسبة للرد على استخدام الكيماوي في دوما؟ وماذا سينتج عن مجلس الأمن الدولي؟ وما السقف المتوقع منه؟ بعد يومين من قصف نظام الأسد لمدينة دوما بالكيماوي وعقب التصريحات الدولية المهددة له من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا، استهدفت غارات جوية مطار التيفور العسكري بريف حمص مخلفة قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، في حين اتهمت روسيا طائرات إسرائيلية بوقوفها وراء الاستهداف. نتابع معا هذا التقرير ثم نعود لنفتح باب النقاش. يبدو أن موقف نظام الأسد من استهداف قواعده العسكرية من قبل ما يطلق عليها الدول المعادية بات خاليا من عبارة الرد في الزمان والمكان المناسبين، فسكت حتى عن لغة التهديد خاصته. مطار التيفور العسكري بريف حمص تعرض بحسب وسائل إعلام النظام الرسمية لقصف جوي مجهول المصدر فجر الاثنين، رجحت أنه أمريكي، مضيفة أن قتلى وجرحى في صفوف قواته سقطوا نتيجة الغارات رغم إعلان تصدي المضادات لعدة صواريخ منها. فيما قالت مصادر إعلامية أن 14 شخصا قتلوا بينهم إيرانيون نتيجة القصف. قصف قاعدة التيفور أعقبه نفي وزارة الدفاع الأمريكية مسؤوليتها ونفي الجيش الفرنسي تنفيذه، قبل أن تؤكد وزارة الدفاع الروسية أن الغارات شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-15، وقالت أن المطار قصف بثمانية صواريخ عبر الأجواء اللبنانية، مشيرة إلى أن دفاعات النظام دمرت خمسة منها، فيما لم يصدر أي تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول التصريحات الروسية. قصف مطار النظام جاء في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي أن الأسد سيدفع ثمنا باهظا نتيجة استخدامه السلاح الكيماوي في دوما والذي خلف مئات الشهداء والمصابين، في حين يعقد ترامب اجتماعا مع وزير دفاعه ورئاسة هيئة الأركان المشتركة لبحث الخيارات للتعامل مع كيماوي الأسد كغرار قصف أمريكا لمطار الشعيرات عقب كيماوي خان شيخون، ربما لتبقى الخيارات مفتوحة ومحتملة بما فيها الرد أو عدمه. طبعا ينضم إلينا للنقاش العميد عبد الهادي الساري المحلل العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من عمان، أهلا بك. طبعا سيادة العميد، بداية، ما هي الأهداف المتوقع ضربها عسكريا من قبل واشنطن؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم. في الواقع يعني هناك تصريحات كثيرة، وهناك سمعنا منذ البارحة إلى هذا اليوم العديد من التصريحات الدولية والعالمية، وحتى أن هناك يعني تصريحات حقيقية واجتماعات حصلت في الإدارة الأمريكية حول توجيه ضربة إلى النظام السوري، لكن هناك أيضا تحذير واضح من قبل روسيا في التعامل ومع أي هجوم أو مع أي حتى التصريحات النارية التي خرجت من فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا.
أما عن بنجلاديش الذي يمكن أن يكون، أعتقد أن المطار الذي خرجت منه الطائرة بقصف دوما كان هو مطار رمير، أعتقد من هذا أحد الأهداف الأساسية والرئيسية، وهو من أكبر المطارات جنوب السوري، أيضا مطار السين. هناك يعني جملة المطارات التي يمكن أن تشترك في مثل هذه الهجمات الكيميائية. أيضا إذا كان نظام أو إذا كانت الإدارة الأمريكية يعني هي جادة في توجيه ضربة قوية وشديدة إلى نظام الأسد، فأعتقد أن منصات إطلاق صواريخ الدفاع الجوي هي أيضا أهداف مشروعة لمثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى مقرات القيادة التي يمكن أن يتعامل بها. يعني مطار رمير يوجد فيه مقر قيادة لسهيل البش، وأخيرا وضع فيه مقر قيادته ويقود أعماله القتالية من مطار رمير، بالإضافة إلى مقرات قيادة متعددة، بالإضافة إلى مقرات القيادة التي يستخدمها أو تستخدمها القوات الإيرانية. يعني مقر القيادة الزجاجي في مطار المطار الدولي، هناك يعني بالأمس أو قبيحة هذا اليوم تم، وفي الساعة 3:25 تم توجيه ضربة جوية من قبل إسرائيل لمطار تيفور. مطار تيفور يبعد في 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 البادية السورية، يعني هو شرقي مطار شرقي حمص حوالي 100 كيلومتر و110 كيلومتر. طيب هنا السؤال، يعني بما أنك أتيت على ذكر مطار تيفور سيادة العميد، يعني بالفعل مطار التيفور، وزارة الدفاع الروسية قالت إن إسرائيل هي من قصفت مطار التيفور، برأيك لماذا قامت إسرائيل بضرب مطار التيفور هذه المرة؟ وهل لاستخدام الكيماوي علاقة بالأمر أم إن هنالك ربما محاولة لتهريب أسلحة كما جرت العادة، ولهذا السبب تقوم إسرائيل باستهداف الأماكن التي يمكن من خلالها تهريب أسلحة لحزب الله اللبناني؟ لا، مطار التيفور هاي المرة الثانية إسرائيل تضرب أو تقصف هذا المطار. مطار التيفور هو قاعدة إيرانية بامتياز، أيوة. فيه منصات إطلاق طائرات مسيرة إيرانية من مطار التيفور، فيه مقر قيادة أيضا إيراني في مطار التيفور، هو مصدر رعب في المنطقة الوسطى من خلال الطائرات السيخوي 22 للنظام السوري. يعني أيضا هو مقر لهبوط طائرات اليوشن 76 القادمة من إيران لتوزيع مقاتليها باتجاهات متعددة، سواء كان في الغوطة الشرقية أو باتجاه إدلب أو الاتجاهات متعددة في سوريا. يتم نقل الجنود من طهران باتجاه مطار التيفور ومن ثم توجيهها باتجاه الجبهات. يعني مطار التيفور هو قاعدة إيرانية بامتياز، وإسرائيل يعني شرعت وبصريح العبارة وقالت بأنها تريد تقييم أرافق إيران بسوريا، ومطار التيفور هدف مشروع لإسرائيل، وهذه المرة الثانية التي يتم قصفه من قبل الإسرائيلية. يعني قال سيجتمع مع كبار القادة العسكريين، وربما يجتمع الآن معهم لبحث شن ضربة عسكرية لنظام الأسد. برأيك كيف سيكون شكل هذه الضربة هذه المرة؟ هل ستكون على نطاق أوسع ربما من الضربة الماضية، أم إنها ستكون يعني لحفظ ماء الوجه إن صح التعبير؟ يعني أخشى أن تكون لحفظ ماء الوجه كعادة ترامب. هو دائما أنا أسميه الرئيس التاجر، هو دائما يحسب ما يطلقه حسابات مادية وليس حسابات عسكرية أو هي لغايات يعني إنسانية، يعني من خلال ما تم التصريح به الكيماوي خطوط حمراء، وتم وضع أكثر من 1000 خط أحمر لموضوع الكيماوي والضربات الكيميائية، ووجدنا أن يعني تمخض عن الضربة الكيميائية في خان شيخون عدة صواريخ أطلقت باتجاه مطار الشعيرات الذي تم يعني إبلاغ الروس عن هذه الضربة، وتم إخراج الطائرات وإخراج حتى المقاتلين من مطار الشعيرات، ولم تؤدي الضربة مطار الشعيرات أكلها، لأن قبل 4 ساعات تم تبليغ النظام السوري بأن هناك ضربة
ستحدث في تلك المنطقة. أعتقد يعني إن أراد ترامب وأراد الإدارة الأمريكية حقا هي يعني تهديد نظام بشار الأسد أو قطع الرأس كما يقولون، يعني هناك عبارة يتبعوها جون ماكين بأن يجب قطع الرأس في دمشق. إن أراد جون ماكين وهو مستشار أحد المستشارين أصبح لترامب، إذا كان يريد قطع الرأس فعليه أن يقطع الرأس في دمشق، وأن يريحنا أو يريح السوريون من هذا الدمار وهذا القتل. نتمنى ذلك، ونحن نتمناها مرغمين، لأننا تعودنا ودائما ونحن سوريون نتمنى السلام لأرضنا وبلادنا، لكن أصبحنا نتمنى الضربة الأمريكية لنريح الشعب السوري من ويلات الدمار وويلات الحرب التي شنت خلال 7 سنوات وتمخض عنها أشلاء الأطفال والنساء في سوريا. أشكرك طبعا جزيل الشكر العميد عبد الهادي الساري المحلل العسكري والاستراتيجي على مشاركتك معنا في القسم الأول من برنامج ثنايا الخبر، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سوف نذهب إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل. أنا قبل ثانيتين كنت عم حاكي، أخذت منك البسكليت. على السيارة يا ملا. اتركوا ودي عبنا، هذه الطفلة الرضيعة احدى ضحايا قصف قوات النظام. امي دخيلك تغزين يا فهد عامر، امي تحت الانقاذ يا فهد عامر، ان شاء الله تعال يا فهد عامر على السريع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتحدث عن الضربة العسكرية التي وجهتها إسرائيل إلى مطار التيفور تحديدا التابع لنظام الأسد في سوريا، ونتحدث الآن طبعا تحدثنا في القسم الأول عن بنك الأهداف التي سوف يتم اختيارها عسكريا. طبعا في الملف الأول أو في القسم الأول كان معنا العميد عبد الهادي الساري المحلل العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من عمان. نتحدث عن الشق السياسي الآن، وما هي ربما المساحة المقدرة للردود الدولية التي ستأتي ربما في الساعات القليلة القادمة. ينضم إلينا طبعا الدكتور رائد جبر المحلل السياسي من العاصمة الروسية موسكو عبر الهاتف. أهلا بك دكتور رائد. ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون توعد برد قاس على استهداف النظام لدوما، هل سيكون الرد قاس هذه المرة؟ نعم، تحية طيبة بداية. يعني طبعا لا يمكن تكهن إلى أي درجة ترامب سوف يذهب بالفعل إلى تحرك جدي لوقف هذه الجرائم المتتالية. يعني نحن سمعنا في البداية إلى كلمات عامة في الفاضي من نمط أنه نطلب من روسيا
الضغط على النظام لوقف هذه العمليات ولوقف هذه الهجمات. يعني هذا طبعا هذا كلام لم يكن له مردود. إنما إذا بالفعل ذهب ترامب لتنفيذ وعوده وعيده بأنه لابد أن يدفع الأسد ثمن هذه الجريمة، فسوف يكون المشهد، يعني سوف نشهد ما هو التطورات، ما هي التطورات اللاحقة. الولايات المتحدة لم تبدي حتى الآن استعداد لتحرك جدي في سوريا. شهدنا أنه كل الملف، كل ما حصل في الغوطة الشرقية خلال الأسابيع الماضية لم يكن هناك يعني إلا انتقادات وتنديد من بعيد من دون أي تحرك جدي. حتى في مجلس الأمن عندما فشل المجتمع الدولي في تبني قرار واضح ويلزم روسيا وصريح يلزم روسيا بالضغط على النظام مثلا وبوقف هذه العمليات العسكرية، لم نشهد نتائج. لذلك لا توجد حقيقة مؤشرات الآن، لأن ترامب بالفعل جاد في التوجه نحو خطوة يعني أساسية يمكن أن تحسب. أيضا روسيا من جانبها تقوم بالتلويح، يعني بالتحذير. اليوم سمعنا سيرجي لافروف وهو يتحدث عن أنه روسيا لديها التزامات تجاه الحكومة السورية، بالتالي هذا تلويح بأن روسيا سوف تتدخل لحماية النظام السوري. وهذا أمر طبعا يربك بعض الشيء الغرب، لأنه لا أحد، لا روسيا ولا الغرب يريدان مواجهة. صحيح، يعني أمريكا لا تريد مواجهة مع الروس، يعني ودائما تأتي هكذا التصريحات. ولكن دكتور أنت أدرى يعني بالأمر منذ فترة، وعندما اقتربت قوات النظام ومعها أيضا قوات روسية في الشرق السوري من أماكن سيطرة حلفاء البيدي والبيكيكي، حلفاء واشنطن، تم قصف القافلة، كل من اقترب بما فيهم ضباط روس ويعني عناصر روسية. ولم صحيح تماما، هذه هي الرسالة الأمريكية أصلا، إنه في المناطق التي تتواجد فيها واشنطن ويوجد لديها مصلحة مباشرة لا يمكن الاقتراب منها. هذا هو التفاهم الضمني، يعني حتى لا نقول هنا نتحدث عن نظريات مؤامرة، هذا التفاهم الضمني إنه هناك خطوط حمر لكل طرف عليها ألا يتجاوزها إلى مناطق أخرى. الواقع الذي شهدناه خلال الفترة الماضية كلها دل إلى أن واشنطن ليست مهتمة بالاقتراب من دمشق، ليست مهتمة بالاقتراب من المناطق التي لا تتواجد فيها بشكل مباشر. هي ستحمي المناطق الموجودة فيها بالفعل، ولن تسمح لا للروس ولا لغيرهم بالاقتراب منها. المعضلة الرئيسية أنه ماذا ما يحصل في الغوطة، هل سيكون هناك انعكاس؟ أنا لا أعتقد أنه سنشهد تحركا جديا في الواقع. طيب بالنسبة إن كان لن يكون هنالك تحرك جدي، ألن يضع هذا الأمر الرئيس الأمريكي ترامب بمكان محرج؟ يعني ترامب دائما كان يقول ويصرح أنا لست أوباما، ولو احترم أوباما خطوطه الحمراء لا ما تجرأ أو لا ذهب الأسد ولا ما تجرأ على العودة إلى استخدام الكيماوي. الآن يعني في السنة الماضية قام ترامب بقصف نظام الأسد، ولكن الأسد عاود الأمر واستخدم الكيماوي مرة أخرى. ألا يحرج هذا الأمر ترامب شخصيا؟ يعني إحنا يعني نتفق ما هو التحرك الأمريكي المحتمل أصلا، إنه أن تذهب الولايات المتحدة لإرسال عدد من الطائرات لقصف بعض المواقع أو المطارات التي ستقول إن انطلقت منها الهجمة الكيماوية مثلا، هذا أمر ممكن، لكن إلى أي درجة سيكون له تأثيرات حقيقية على الأرض؟ أنا أقول أنني أستبعد تحركا جديا من جانب الولايات المتحدة لوقف كل ما يحصل. طيب، إنما أن يكون هناك جواب من ترامب، رد من ترامب، وربما بالتعاون مع حلفائه في التحالف الدولي، طبعا فرنسا وبريطانيا بالدرجة الأولى هنا، يمكن أن يكون هناك رد، لكنه لم يغير مسار الأساسي للعمليات الجارية، وهذا هو المقصود. طيب الآن 9 دول دكتور طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، ألن يكون هذا الاجتماع ربما الاجتماع الأكثر إحراجا لروسيا؟ وربما هل سيمنعها هذا الاجتماع من استخدام الفيتو ربما؟ يعني طبعا هو سيكون إحراج لروسيا مرة أخرى، سوف يثبت عزلة روسيا دوليا. نحن نتوقع مواجهة طبعا روسية غربية في مجلس الأمن جديدة، إنما موسكو لا تقف عند موضوع الإحراجات، يعني لا 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 تحرج كثيرا إن صح التعبير. لديها يعني لدى الممثلين الروسي الدبلوماسيين من الوقاحة ما يكفي للقول إنه كل ما يحصل
هو تبركات وهو غزائم ولا يوجد ضحايا ولا يوجد أي شيء، وهذا كله أعمال تبركة سينمائية. لذلك يعني هذا الإحراج أو هذه العزلة التي ستشهد روسيا نفسها مرة أخرى أمامها، أعتقد أنه لن تدفعها إلى عدم استخدام حق النقد الفيتو في حال طرح مشروع قرار. نحن الآن أمام دعوة جلسة استقرار وليس أمام مشروع قرار. إذا طرح مشروع قرار طبعا لدى روسيا توجه استراتيجي بعدم السماح بمرور أي قرار في مجلس الأمن فيه إدانة للنظام السوري، لأنه هذه الإدانة ستعني إدانة لموسكو نفسها، ستعني إدانة لطهران. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه أي قرار يمر في مجلس الأمن قد يمهد لعمليات عسكرية، قد يمهد لاستخدام القوة من جانب بعض بلدان التحالف، لذلك لن تسمح روسيا بمرور. أنا أعتقد أنه موسكو ستقوم يعني سنشهد مواجهات كلامية، ستحاول موسكو المماطلة كما حدث عندما تمت مناقشة الوضع الإنساني في الغوطة في بداية الوضع في الغوطة، أنه يعني يتم المماطلة لعدة أيام بتحسين شروط أي قرار يمكن أن يصدر أو يعني صياغة أي قرار يمكن أن يصدر قبل أن تذهب إلى التصويت. في حال أصرت الدول الداعية إلى طرح مشروع قرار قوي اللهجة سوف تستخدم بالتأكيد روسيا حق النقد. طيب، روسيا كانت هددت، لنعود إلى هذا الأمر أو قبل أن نأتي على التهديد، لندعنا في مجلس الأمن كما يقال، يعني حتى روسيا أيضا طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وعزت السبب، يعني هنالك تهديد للأمن الدولي أو ما شابه. ما المشروع الذي لدى روسيا وماذا ستقول في مجلس الأمن؟ هذه مناورة. سبق لموسكو أن دعت مجلس الأمن مرتين للانعقاد، مرة في الشأن السوري ومرة في الشأن قضية سكريبال في المواجهة مع بريطانيا. في المرتين كان هناك محاولة لتعطيل الجهد الدولي وللتشويش على دعوات أخرى يتم يعني تصدر من أطراف مختلفة أخرى. هذه مناورات تكتيكية طبيعية تجري في مجلس الأمن، يعني أدوات الأمم المتحدة تتيحها، لذلك موسكو تلجأ إليها. أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير، الجلسة ستكون عاصفة في كل الأحوال، سيكون هناك تبادل اتهامات، ولكن في المحصلة النهائية يعني نحن بانتظار ماذا سيصدر عنها. هذه المعضلة الرئيسية. طيب دكتور، يعني هنالك من يقول أن واشنطن إن أرادت شيء فهي تتحرك خارج مجلس الأمن، وهنالك تجارب سابقة لهذا الأمر، والآن هنالك تصريحات فرنسية مساندة لواشنطن وربما يوحي بتحالف ما لتحرك خارج مجلس الأمن الدولي. روسيا بالمقابل كانت هددت كما تحدثت حضرتك منذ قليل، بمعنى هددت واشنطن من أي عملية عسكرية تستهدف نظام الأسد في سوريا. هل سيثني ذلك واشنطن عن توجيه أي ضربة عسكرية للنظام مهما كان حجمها؟ طبعا لا، أنا أعتقد أنه إذا كان ترامب جاد مع حلفائه ويريد أن يظهر للمجتمع الأمريكي والمجتمع الغربي عموما بأنه هو ليس كما أوباما يعني يتراجع عن تهديداته، يمكن أن يوجه ضربة كما شهدنا في فترات سابقة أنه وجه ضربات جوية، ولكن هذه الضربات محدودة. سيقال أنه تم توجيه الضربة إلى مكان انطلاق مثلا غاز الكلور للقذائف التي ضربت الغوطة أو شيء من هذا القبيل، ربما تكون موجعة أكثر قليلا، ولكن أنا لا أعتقد أنه نحن أمام تحول كبير. يعني الولايات المتحدة لم تدفع أثمان الدخول بعملية عسكرية حقيقية وواسعة لشل قدرات النظام على استهداف المدنيين. هذا هو المطلب الرئيسي لدى جزء كبير من المجتمع الدولي، وأعتقد أن التحالف الدولي لن يذهب حتى في هذه الظروف بهذا الاتجاه. يعني نحن يعني لنقل بكلمات واضحة أنه هذه الضربة الكيماوية مثلا قتلت 40 إلى 100 شخص الآن، يقتل يوميا مئات، قتل يوميا مئات بالبراميل المتفجرة وبأسلحة دمار مختلفة النوعيات والأحجام، ولم يتحرك الضمير العالمي. لماذا عليها أن يتحرك الآن؟ هذه يعني تحرك لفظي له علاقة بالخطوط الحمر التي وضعها أوباما ولم تلتزم بها الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت حتى. طيب، أول من رد ربما إن صح تعبيرهم الاحتلال هو الاحتلال الإسرائيلي عندما استهدف مطار التيفور في ريف حمص الشرقي. كيف تفسر دكتور يعني قيام إسرائيل بإعلام الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف توجه ضربة عسكرية وإعلامها بالضربة، في حين أنها لم تعلم
الروس، والروس وروسيا لديها يعني منظومة دفاع S-400 ربما تسقط الطائرات المغيرة. ومن قال أنها لم تعلم الروس؟ يعني واشنطن أعلنت، أنا أتحدث حسب التلفزيون الإسرائيلي، يعني هكذا تحدث التلفزيون الإسرائيلي. طبعاً يعني أنا أردت أن أقول أن واشنطن أعلنت أنها تلقت معلومات من الجانب الإسرائيلي، بينما موسكو لم تعلن أنها تلقت معلومات من الجانب الإسرائيلي، لكنها أصدرت وزارة الدفاع بيان تحدثت فيه عن تفاصيل الهجوم. يعني لدينا من الأسباب ما يدفع للقول بأنه روسيا أيضا كان عندها علم، ولكنها لا، يعني جاءت هذه الضربة في وقت محرج بالنسبة لروسيا، مربك، لأنه هي وهي تنتظر رد الفعل الغربي على موضوع الغوطة جاءت الضربة الإسرائيلية في توقيت غير مناسب بالنسبة إليها. لذلك هذه الأسئلة، واليوم سمعنا أنه روسيا وجهت طلبت توضيحات من إسرائيل أنه ما هي طبيعة هذه الضربة، لماذا تم توجيهها في هذا التوقيت، وهل إسرائيل تتحرك بشكل فردي أم أنها بدعم من الولايات المتحدة، بمعنى أنه تقوم كبديل عن الولايات المتحدة في توجيه الضربة. هذا أمر مهم بالنسبة إلى موسكو لتعرف حدود رد الفعل الأمريكي على ما يجري في الغوطة، وهل هذه الضربة كانت كافية أم لا. طيب تقريبا انتهى الوقت، ولكن أريد أن إجابة منك بشكل سريع على تساؤل يدور يعني في خاطري، وهو هل سيكون هنالك توجه ربما من قبل الإسرائيليين ومن قبل تحالف أمريكي غربي لتحجيم دور إيران في المنطقة بحجة الرد على استخدام الكيماوي؟ إسرائيل طبعا سوف تستخدم أي ذريعة من أجل توجيه أي ضربات محتملة لمواقع إيرانية أو مواقع الحزب الله، لأنها تعتبر أنها تشكل تهديد عليها. السؤال المطروح بالفعل هو محق، إلى أي درجة هناك تنسيق كامل في هذه التحركات مع الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد أن إسرائيل تتصرف بشكل فردي، وهي تتصرف بالمناسبة بناء على تفاهم كامل مع موسكو، بأنه في بعض الأحيان عليها أن تقوم بعمليات تسمى عمليات حماية مصالحها. هذا التفاهم تم التوصل إليه بين نتنياهو وبوتين منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سوريا، ولذلك روسيا كما شاهدنا اليوم لا تنتقد كثيرا العمليات العسكرية الإسرائيلية، بل تضع عينا أكبر ولغة لهجة أشد حزما في التعامل مع المواقف الأمريكية والمواقف الغربية. ممكن أشكرك جزيل الشكر الدكتور رائد جبر المحلل السياسي، كنت معنا من موسكو عبر الهاتف، كما أشكر العميد عبد الهادي الساري المحلل العسكري والاستراتيجي كان معنا من عمان في القسم الأول طبعا من البرنامج. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم مجددا في أخبار جديدة لنكشف لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثناياها. هذه تحيات محدثيكم عمار الشاعر، لكم مني كل المحبة، دمتم بخير وإلى اللقاء.